هي هذه الجنويه اللي حيتني، هي هذه الجنويه اللي حيتني، هذه السلاح اللي حيتني باش كيهدد به والدي. اش من حي هذا؟ اش من حي هذا؟ حي المسيره 3 الزقه 80 تابع عماله مقاطعه مولاي رشيد، لابي جي ديال مولاي رشيد، ملاحقه مولاي رشيد، الدائره 28. هذا السلاح الابيض هو هذا اللي كيهدد به امه، هذا كيهدد به امه. اشوف قال لك، قال لي شوف غنضحك ولا ما نضحكش، قلت له غتذبحني غتذبحني وليدي غتذبحني. صافي وليدي سامحني هاد المره، هاد المره وانا نعاود طبيب ونبول في حوايجي في القلعه. صحاب راه داز عليا العدم ما يتطورش، عرفت هكا ما كنت تطلع من الكوره. خاطر تاني هنا بحيط ضرب هذا ضرب جبانيه، ها هو مضروب هنا بجبانيه، هو الدميات كله كان تطلع سعد براس. الشريفيه شكون ضربك العيني؟ ضربني ولدي. علاش ضربك؟ ضربني عيني فلوس. هو واش هو في عقلية جيدة ولا عنده أمراض عقلية؟ ماشي في عقلية جيدة، في عقلية جيدة. كيستعمل الفانيد هو؟ ما كنعقلش. كتعقليش؟ ما كنعقلش. كيصوتكم كي؟ كيبغي الفلوس بزاف. لا ما عطيناهمش ليه، عيطت ليه. مشيتي لا فين مشيتي؟ فين مشيتي؟ فين مشيتي؟ مشيت عند الوكيل. مشيت شكاية الوكيل الملك. مشيت عند الوكيل الملك. مشيت عند السلطات. مشيت على السلطات. مشيت عند لابيجي. كل مشيت عند الولاية. مشيت. مشيت للدائرة. مشيت للدائرة. كان كل عصا كل دقيقة. هاد السيدة هاد السيدة جارتنا كتسكن عندنا في الحي في المنطقة ديالنا لمدة واحد 30 عام، هي كتسكن معنا في الحي. هاد الدري كان في جيدة، صحة جيدة. ولكن واحد 20 عام دابا ولا هذا كيعاني من أمراض عقلية. كديه للسبيطار باش كياخذ الفانيد ديالو باش كيتكالما. هاد ايامات هاد جوج الناس راه عايش معاهم، هاد الاب والام كيعيش معاهم هاد الولد اللي كي في حاله يا سلام، حاله زعما كيكرفصهم من واحد الناحيه، راه كيضربهم بعض المرات كندخل انا. دابا راه محيد لي السلاح الابيض، راه محيد راه عندي انا خازنوا علي، انا راه محيد لي السلاح الابيض. واتجه هنا، راه هاد السيده راه دارت شكايه للوكيل الملك، ودارت شكايه للابيجي، ودارت شكايه للسلطات المحليه، فهمتي؟ وهاد الناس باقي حتى لحد هاد الناس هاد الناس راه باقي ما جاش خاضوا الحق لهاد الوالدين هادو، هاد الاب والام. وحنا كنديروا برامج في التلفازه كيقولوا مي الحنينه، باش هاد مي الحنينه وهاد الولد كيتكرفص على امه، باش هاد مي الحنينه، مي الحنينه ويدير هاد الحاله لهاد الوالدين؟ لا يعقل. انا هاد السلطات باش ما تدخلش وما تاخذش في هاد المراه وتاخذ لها يدها من حق هاد الولد اللي كيهددها وكيهدد الساكنه وكيهدد الزنقه ديالنا في الشارع زنقه 80، كيهددها لانه هو كيشكل خطوره على الشباب وعلى النساء وعلى الجيران ديال الحي. اليوم سيدي هاد هي اختي، هاد السيده اختي وانا ساكنه حداها، جاتني والبارح جاتني مع 6 الصباح كتحبو على يديها ورجليها مضروبه مغيسه كل هدم. واليوم سيدي انا ما صبرش نفيدها، انا تانا مريضه ما عندي باش نقعد معاها لا بيدي ولا بجيبي. واليوم الله يجعل البركه في جلاله الملك يحيى الملك. السيده راه دارت ما هي مره ما هي جوج شكايه لوكيل الملك، حتى واحد باقي ما خد الحق ديال هاد السنه. هاد السيده غالب وكيشكل عليهم خطوره، راه عندي السلاح الابيض ديالو اللي كان مهددها به، انا راه عندي مقلعوا لي انا هاد انا قلعت باش غيبقى يعيش معاهم هاد حتى واحد هاد جوج الناس يبقى يعيش معاهم هاد السيد هو في حاله لا يرسل لا يقل. هاد شي مره تيولي شي راحيه شي حاجه ومن هنا كنحل من هنا كن هاد الرساله كنصيفطها للناس المسؤولين. وقفوا معنا الله يعمر بكم معاكم، كنصيفطها لهاد الناس الله يعمر بكم معاكم. راه جهدينا جهد الله، راه جهدينا جهد الله. اختي راه كتموت، اختي راه كتضيع، وولدها راه مريض مرفوع عليه القلم. واليوم كنطلبوا منكم ديروا ليه واحد البلاصه دخلوا السبيطار. الله يرحم الوالدي، الله يرحم والديكم، كون ونوقف معانا الله يرحم ليه والدي. وهذا هو الدري المريض، هذا هو الدري المريض، هذا هو السيد اللي بغي هو هذا هو اللي كيستعمل لاقاه الفانيد ديال باش يتكالما. ايوا صحيت وخرجت من السبيطار. راه كيضربها، راه كيدير ليها كل حاجه. كنضرب الله يزيد كدير لي قلبك من الدار. لا غادي يديروا قلبك. وتسيري الله يزيد دير لي الدو سيري الله يعاوني يعاونك. ديما بحال هكا عايشين، ديما بحال هكا عايشين. 27 عام ديما لا في الناس ديما حنا كنعيطوا للسلطات كتجي كدي وكتخرجوا.
راه هذا ماشي حق الحكومه باش هاد الوالدين تكافس عليهم واحد مغيت تجيب راه ويذابحهم راه انا السلاح الابيض ديالو غادي لا من هنا كنصيفط رساله للناس الكبار واش من سلاح ابيض كنقطع به الكريتيبي السلام عليكم لا ماشي ولكن يقول لك باغي نضربك قلت لك انا السلاح ديالي بجيبي الدفاع عن النفس واجب ماذا اما سي كنقريتي وكنضرب به ولا مالك وكان تقطع به الثوب ولا كيقول لك على الواقع ما كيقول لك ايوه والو على الواقي ما كنقول لك انت حاجه خالد لازم سي سيدي شي دابا مو كديروا راه كتسمح لي كتقول لهم ديروا ماشي نورمال هي كتحمل المسؤوليه والله هي كتحمل المسؤوليه هي كتخرجوا هي كتخرجوا انا وحنا كنشوفوا هذه الحاله والزيار كيشوفوا هذه الحاله ديال هذه السيده لا كيشوفوا هذه الحاله لا واحد ما كياخذ بيده ولا كتجي غير لا والناس كتشوفوا هذا الزيار كيتفرجوا باش كيصوت فمه وحتى واحد ما كيتدخل في هذا الشيء حنا دابا ولينا كنتفرجوا في هذه المسرحيه ديال هاد ثلاثه من الناس اللي كيعيشوا الاب والام والولد شكون اللي نورمال انا شكون نورمال هاتي ولدي شوف عيني انا نورمال انت اللي درتيها سير الله يديك سير الله يديك ما كنخدم المخزن لا والو انا انت ما كتخافش من المخزن من المخزن وما كتخافش من المخزن كان يقاول لي يودي لي باص ما نخافش واخا هذيك المره شكون ضرب شكون ضرب شكون ضرب واخا شكون شكون اللي ضرب امك مرة انت اللي ضربتي ضربتي تمك وانا نعاود لك مالك انا نقول ما عدل تما عم نعاود صافي دابا صافي راه غاتمشي للحافة تموت فيه انت وتزيد تحقق احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهة.